حابة أعرف تعريفات عن بعض الأشياء، حأسألك يا هون وتعني تسيني أنت بنظرك شو تعريف البشر؟ الكائن البشري؟ كائن البشري يعني إذا كان هو ما في نبي ظهر على الكرة الأرضية إلا سبب له أمراض بين صريع وبين مريض نفسي، نحن مش أنبياء يعني، يعني نحن حتى مع البشر عندنا إشكالية. فأنا أكره البشر، أذهب إلى أن أسمع زقزقة العصافير وأنا أرى الحمير الوحشية أو البغالة ليتناقش معها كثقافة ابن يقظان في جزيرته في سالف الزمان. طيب المرأة، المرأة؟ المرأة والله كان جميل. ما في أحلى من المرأة. يعني أنا زعلان على المرأة أنه موجة الكرة الأرضية يعني. أنه يعني شو؟ يعني المفروض يسولون يعني كوكب آخر يقولون يعني. مو هيك؟ إيه طبعًا في يعني في عالم رديء مع الأسف. ما بتحس؟ وأنا بحب حقيقة حكم النساء يعني على العالم يعني. مش مهم الأنظمة يعني كان جمهوري ملكي إمبراطوري سلطاني مش مهم يعني. يعني دكتاتوري ديمقراطي ملكي دستوري لا دستوري مش مهم، بس أنا بحب النساء يعني يحكموا بالأمور يعني. برأيك أفضل إذا المرأة فأسلحتهم جميلة وأسلحتهم ناعمة بها عسل وقشطة جميلة. نحكي عن الحب، تعريف الحب. الحب شو هو الحب؟ هلا الحب أنا أصور الحب دماغ، هو يعني التفكير، هو تلاقي. يعني أنا بحب نفسي كثير، أنا لا أتوقف عن الضحك مع ذاتي، أنا لا يضحكني شارلي شابلن ولا عادل إمام ولا دراما ولا إشي، بس أنا أفكاري تولد لما أشاهد مشهد وأنا جالس في مقهى ورا الناس يعني سكارى وليس هم بسكارى. أنجز نوعا من الأفلام أو الحديث الشخصي مع ذاتي فأضحك كثيرا وقهقه. وحقيقة أنا أعالج نفسي لأن أنا مصاب بضغط بالدم، مصاب حتى من شي 6 شهور لما أمشي أصابتني العين الحسودة. بتآمن بالعين؟ لأنه صار أتأرجح بين اليمنة والشمال بفعل الضغط وأنا قلق، مع أني يعني أنجزت رسالة شخصية لعزرائيل ألا يأتي بهذا العمر. إن شاء الله ما بيجي بعد 30-40 سنة أن يتركني بـ40 عاما قادمة. يعني نبسط شوي بالحياة مش مشكلة. تمام بتستاهل. طب بالحياة إذا قلت ننبسط شوي، عرف لي الحياة. الحياة متعة شخصية أولا وأخيرا، والمتعة تولد من الشغف، من حبك للذات أولا وحبك للآخرين، يعني هذا المحيط المصغر من الموجود، وهي رسالة بالنتيجة. وأنا أرى أنه الواحد ما بيبيع العقل تبعه، لأنه أنا أرى أنه الكائن البشري أكثر من 99% هو بيع عقله، يعني بيع عقله للآخرين بشكل مجاني، هو شايل رأسه هون وحاطه للآخرين يفعل به ما يشاء، يغذي فيه وحشي فيه معلومات خاطئة أو لاهوتا أو دينا أو أفكار سياسية، هو كلها خاطئة، بعدين يروح على بصحراء الربع الخالي يختفي أو يهاجر، ولا نرى لماذا اختفى ولماذا يهاجر، لأنه هو عقله باعه. فأنا أنصح الكائن البشري نصيحة لوجه الرب لوجه الله تعالى، يعني أنه ما بيبيع يعني بيحافظ على موجوداته يركن يلي ذاته. يعني تعريفك للوطن؟ الوطن هو الكرة الأرضية، وطني هو سماء كعصفور، كعصفور الهدهد أو كالعنقاء، السماء والأرض. كيع تعريفك للنجاح وتعريفك للفشل؟ حلو. شو النجاح وشو الفشل؟ هلا أنا يعني إذا واحد وضع رأسه على مخدة بنام بيتذكر شو صار شو عمل، يعني أنا مع الخطأ حتى نكتشف النجاح، مع الفشل حتى نكتشف أو الهزيمة حتى نكتشف الانتصار، يعني في خلطة لازم تكون موجودة هيك يعني. يعني المعايشة أو إنجاز مختبر شخصي بالحياة واحتكاكها وممحكتها هذا كثير مهم يعني. بس كله هي تفاصيل مش مهمة. أنا بعرف أشخاص يعني من الداخل أو من الخارج يعني ما فوق مليارديرية بس هم غير سعداء يعني. ما دخل السعادة بالمال؟ لا 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 لا، يعني هي هيك وسائل أو صلة أو أشياء. هو السلام الذاتي هو الأهم والشخصي يعني، وفاء الحاجات المتطلبات يعني. بس ضمن هذا التشويش، نحن عايشين بتشويش ما في شك يعني، أو عايشين في حالة يعني هذيان كبير يعني.
يعني مش معروف نحن امام سديم او ضباب، مش معروف الطريق على الاطلاق ابدا. بدي اسالك على اغرب حلم حلمته انت ونايم، فقت قلت لحالك انا شو حلمت شو هالمنام ها؟ حلم لساته علقان براسك؟ والله يعني في احلام مؤثره وقاسيه. يعني بتحلم كوابيس اكثر؟ لا ما عندي كوابيس. اوكي تمام، قاسيه بس انا عندي احلام اضحك باحلامي حتى تغرق وسادتي دموعي وانا نائم. انا كل يوم يعني لولا هذا. احكي لنا حلم منهم. لا في انا احلامي غريبه يعني. حلو. يعني بحلم مره عن ارانب بيضاء انجزت معركه فاصله مع ارانب سوداء، عن ارنبه ذات شكل جميل برداء من قوس قزح مغطسه بالسكر، سكر ابيض متجمد. انا في افلام تحلم بكائناتك؟ لا بحلم بخيال غريب. اوكي بتحكي عن ارانب مجنحه الى قصاص الى اشياء لقطات. يعني بحب هيك بحب هيك. انا هو لانه يعني المخيله تبعي. هلا انا مثلا بجلس مع اشخاص بالمقاهي مثلا او ارى الحياه. كيف برى الحياه؟ انا اراها بصريا حقيقه. يعني انا بشوف الشخص، بشوف شكله، يعني بشوف القميص تبعه ابيض تركواز ازرق، بشوف المراه، بشوف هيك. يعني ما بشوفها انه هي مسيحيه ولا مسلمه ولا يهوديه ولا شو دارسه شو اصلها شو منبتها. ما بيهمني هذا، بنت شيخ ولا بنت واحد مع احترام للزبالين، مش مهم هذا. شو العقيده شو المبدا، دارسه دكتوراه ولا مش دارسه تعليم. يعني انا رسام، يعني أضرى العالم من وراء نظارة سوداء. أنا بضع النظارة السوداء الآن يعني حتى أسترسل باللغة، وأنا أكره النظارة السوداء بس مشان أني أسوي حاجز بيني وبين الآخر. فأنا على تمردي، أنا إنسان خجول، وأنا الذين أحبهم أنا لا أنظر بعيون الآخرين. معروف عني هذا الشيء، أنا أخجل لأن العيون عندي كاشفة ومؤلمة وقاسية، أو هي مفتاح مرأة الآخر، وأنا صعب أني أدخل. يعني وأنا كثير بتكركب بعدين. فأنا لما أتحدث من الآخرين وهذا الشيء معروف عني، وطأطأ رأسي وأتحدث كي لا أرى عيونه.